بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم، سلسلة سنولة كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد من غمر المنصورة مصر. أرقام التليفونات الأساسي 0-16-5247-329 والفرعي 0-17-5227-96. شكر خاص لكل من أسهم في نشر السلسلة ولكل من تعاون معنا في نشرها وساعد على نجاح. وعلى رأس هؤلاء ستة هم الأصحاب الحقيقيين لسلسلة سنقولها كمبيوتر وأصحاب الفضل الحقيقي في خروجها للحياة بالشكل اللي حضرتكم شفتوه وأصحاب الفضل في تطويرها. بنشكرهم جميعا شكر خاص، وانا على وجه التحديد هم اصحاب فضل كبير على سنولة كمبيوتر ولازم انا اشكرهم بشكل شخصي. بالترتيب الزمني لاسهامهم في سنولة كمبيوتر وليس بتدريب مقدار هذا الاسهام، يعني مش شرط ان اكتر واحد اسهم هو اللي اسمه الاول، لكن بالترتيب الزمني لاسهامهم في الموضوع ده، يعني الاسهم زمنيا اولا وبعدين جه بعد واحد تاني وتالت ورابع زي ما حضراتكم هتقروا الاسامي. حسين سامي السيد ده اول واحد اسهم، بعد كده احمد شفيق ندى، بعد كده كنزي عم، بعد كده زاره الفردوس، بعد كده صافي ناس فاروق، بعد كده ايمان. طبعا من ضمنهم اسامي اول مره تتكتب على في السلسله، بس كل الناس دي اسهمت اسهام حقيقي في اظهار سنولة كمبيوتر وفي ان حضراتكم انها توصل لحضراتكم. ايميل السلسله هو firstyear_1988@yahoo.com. ده الايميل اللي حضراتكم ممكن تضيفوه على الماسنجر للشات معايا، او ممكن ترسلوني عليه بالايميل عادي، بالايميل رسائل يعني عادي. نبدا في حلقة عن تدريب واحد او تدريب رقم واحد على الوورد. هنبدأ نعمل شوية مشروعات او تدريبات على برنامج الوورد، بمعنى ان احنا نخش نكتب حاجة على الوورد. هناخد حاجة بسيطة النهاردة، زمانها قصير، بعد كده هتزيد، بعد كده هتزيد، بعد كده هتزيد، لحد ما نوصل بعد 3 4 5 تدريبات لمستوى ادفانسد شوية في الوورد، بحيث ان احنا نقدر نستخدم اكبر قدر ممكن من الامكانيات المتاحة في البرنامج. نبدأ بستارت، طبعا نخش على اول بروجرامز وبعدين مايكروسوفت اوفيس ونجيب مايكروسوفت اوفيس وورد 2003. نقفل التاسك بين. طبعا كان في حلقة قبل كده عملناها اسمها اتعلم الوورد في ساعة، دي كانت فيها الادوات. النهاردة احنا بنستخدم هذه الادوات بغض النظر انك شفت الحلقة او ما شفتهاش، هتستفيد من الحلقة بتاعتنا النهاردة لانها حلقة تطبيق عملي. اول حاجة احنا دلوقتي في مجموعة خطوات لان انا اكتب على اكتب اي حاجة على الكمبيوتر. اول خطوة ان انا المفروض اكتبها على الورق الاول بحيث ما بقاش قاعد على الكمبيوتر بكتب من دماغي. في ناس عندها المهارة دي من كتر ما كتبت على الكمبيوتر بتعرف تكتب من دماغها، بس الافضل انك في البداية تكتب الحاجة على الورق. دي اول حاجة. تاني حاجة بتبدأ تكتبها على الكمبيوتر من غير ما تهتم بشكلها، يعني من غير ما تهتم بالتنسيق بتاعها بشكلها الجمالي، المهم تكتبها انك تحط الحروف. تالت حاجة بعد كده تبدأ تعمل لها تنسيق وتظبيط. رابع حاجة ممكن تعمل لها بقى يعني تضيف لها حاجات، تعمل لها انسيرت مثلا، تضيف لها صور، تضيف لها اي حاجة. خامس حاجة ممكن او رابع حاجة مش عارف، ممكن بعد كده تطبعها او تعمل لها تنسيقات متقدمة. نبدأ مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نتكلم عن سنة اولى كمبيوتر مثلا يعني، فده البرنامج اللي فاتح قدامي كده. في قائمة مهمة جدا اللي هي الدروينج، مش قائمة، بار، شريط مهم قوي. احنا قلنا البارز اللي عندنا ديت الشرايط المحطوطة بالعرض دي، فقلنا ان ده اسمه الستاندر بار وده اسمه فورماتنج بار. فلو ضغطت كليك يمين هلاقي ان الستاندر متعلم عليه الستاندر بوتون شريط ادوات القياسيه او الشريط القياسي، والفورماتنج اللي هو الشريط التنسيق، الاثنين متعلم عليهم صح.
فهاجي تحت كده الاقي في واحد اسمه دروينج بار اهو، لما ضغطت عليه ظهر لي الشريط اللي تحت ده. ايه اهميه الشريط ده؟ في اي حاجه جماليه او اي حاجه متعلقه بالرسم، عشان كده هو بيسموه شريط الرسم. نقوم ضاغطين هنا على انسيرت وورد ارت، ونختار وورد ارت، وورد ارت وليكن مثلا ده، ونقول له اوكي. نكتب احنا عايزين نتكلم العنوان الرئيسي بتاعنا، يبقى سنه اولى كمبيوتر، سنه اولى كمبيوتر، ونفرض ان حد عايز يكتب مقاله او حاجه تعريفيه عن السلسله. عندنا بقى الخطوط هنا اللي هي خطوط كتير جدا، ننقي منهم المناسب لينا. وعندنا طبعا ده بيخلي الخط مايل، الاي دي بتخلي الخط مايل. لو ضغطت عليها انا دلوقتي لما بضغط عليها تاني فعاليتها بتروح، فضغط عليها كده تخلي الخط مايل، وده ضغط عليها خليه الخط ايه تخين. اكبر كمان الموضوع اخليه عند 44 مثلا، واقول له اوكي. كده كتب لي سنه اولى كمبيوتر وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو ملاحظين ان التنسيق يعني بسم الله الرحمن الرحيم مش في الوسط، جاي على الجنب، ففي شويه حاجات لسه محتاجه تظبط. بعد كده بضغط انتر عشان اجيب السطر اللي تحتيه. طبعا احنا عارفين ان انتر عشان تجيب لك سطر جديد، انما مسافه عشان تسيب مسافه ما بين الكلمه والتاني. هنقول سنه اولى كمبيوتر عباره عن سلسله إلكترونية مجانية موجودة على شبكة الإنترنت. هدفها العمل على إيجاد وسيلة إلكترونية مجانية لتعلم الكمبيوتر من أولى مستوياته البدائية حتى مراحله المتقدمة بالصوت والصورة من خلال مجموعة حلقات فيديو. ده كده تعريف عن سنة أولى كمبيوتر. بعد كده عايزين نعمل فاصله، فنجيب شيفت نون، شيفت نون عشان اعمل فصل. الاول اسيب مسافه وانا اعمل فاصله، شيفت اضغط على شيفت والنون. هنقول وهي سلسله مستمر، بمعنى انه كلما طرأ جديد او وجد احتياج ما للمستخدم العربي في مجال الكمبيوتر فإن السلسلة تعمل. راح فين دلوقتي؟ انا دخلت في حته تانية، يعني ضغطت بالماوس على حاجه تانية، فالمهم يعني حصل غلطه. فعشان ارجع من الغلطه ديت اعمل كنترول زد، كنترول زد، يبقى انا ارجع للمكان اللي انا كنت فيه اهو. فان السلسله تعمل على معالجه هذا الخلل و إتمام هذا النقص أو النقصان أحسن. كويس، يبقى ده عملنا تعريف في السلسلة الأولى
كمبيوتر. ممكن نقول ايه تاني؟ سنقول كمبيوتر عباره عن سلسله الكترونيه مجانيه موجوده على شبكه الانترنت للدفع العمل الجيد، وسلسله الكترونيه مجانيه لتعلم الكمبيوتر. طبعا من الحاجات المهمه انك بعد ما تكتب زي ما انا بعمل دلوقتي تقرا اللي انت كتبته من اولى مستوياته البدايه حتى مراحل متقدمه بالصوت والصوره من خلال مجموعه حلقات فيديوهات. السلسله مستمره بمعنى انه كلما طرا جديد ووجد احتياج ما للمستخدم العربي في مجال الكمبيوتر ينزل السلسله هتعمل على معالجه هذا النقص ومعالجه هذا الخلل واتمام هذا النقص. كده يبقى احنا عرفنا السلسلة تعريف ما كويس، دي حاجة. تاني حاجة بعد كده مثلا نحب ان احنا بعد ما عملنا كده نبدأ مرحلة التنسيق، ولنفرض ان احنا كده خلصنا مرحلة الكتاب، يعني انا كده دلوقتي كده كتبت اللي انا عاوزه كويس، وليكن بقى عايز ابدأ في مرحلة التنسيق اللي هي تاني مرحلة بعد ما كتبت، اخش في ان انا عايز اعمل تنسيق، يعني عايز اخلي الاشكال الجماليه ديت بالشكل اللي انا عاوزه. فبسم الله الرحمن الرحيم مثلا اخليها في الوسط، فعلم عليها وبعد نضغط هنا في السنتر الالاينمنت سنتر يعني عشان تيجي في الوسط. سنقول كمبيوتر ديت موجوده هنا. طيب سنقول كمبيوتر المفروض يبقى في مسافه اكبر ما بينها وما بين اللي تحتها دي، فاضغط اضغط هنا الاول عشان يجيب العلامه دي هنا كده، وبعدين ايه تبدأ تنزل عشان يبقى في مسافة كبيرة. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم يعني لازم يبقى في مسافات ما بين الكلام كده. ده كده ضغط كده، لو جيت اسحب ده كده مش هيتحرك معايا، فانا هعمل ايه؟ اقوم ضغط عليه كده هيظهر لي البار ده، البار بتاع الورد ارت ده، فاجي هنا واقول له مثلا سكوير بدل ان لاين ويز تكست، يعني مع ماشي مع خط مع النص، الخط ماشي مع النص، لا انا اقول له سكوير. سكوير ده يديني ايه؟ يديني امكانية ان انا احركه. فشوف بقى لما احركه هتقولي ان في مشكله ان ايه الدنيا اتلخبطت، فاهم؟ ضغط كده دايما وانت شغال على الوورد الدنيا بتتلخبط منك كتير، ما تقلقش دايما نعمل كنترول زد عشان ترجع في الحاجه الغلط اللي انت عملتها، ولو رجعت في الحاجه الغلط اللي انت عملتها حسيت انك ترجع عايز ترجع تاني في كلامك، يعني ترجع في الحاجه مره حلو بعد ما يعني انت كنت في واحد عايز ترجع لايه للصفر تعمل كنترول زد. طب فرضنا انك عايز ترجع لواحد تاني تعمل كنترول واي كويس، اظن ده مفهومه يعني انا شرحتها اكتر من مره قبل كده، كنترول زد وكنترول واي حلو. دي سنه اولى كمبيوتر والتعريف بتاع. نيجي للخط، الخط انا عايز اظبطه، فهاجي على بسم الله الرحمن الرحيم اظبطها تظبيطه معينه، وهي مثلا ان انا اقوم مكبر الخط ده مخليه 24 كويس، واخليه بدل ما هو خط عادي اخليه خط اندلسي مثلا. طبعا انا لما اضغط في كل الخطوط دي هكون ايه، انما لما جيت هنا لو جيت هنا بقى وضغطت كده ايه قوم نازل الاقي ايه اندلسي، يبقى انا كده كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بخط اندلسي. بعد كده ابدا اعلم على الكلام ده كويس تمام، واظبط بقى الكلام مع بعضه، بمعنى ان انا عايز اخليه في الوسط، لا انا عايز اخليه يميني، يبقى انا ممكن عندي تلات خيارات، اخليه يمين يمين في الوسط شمال، ولنفرض ان افضل وضعيه وضعيه اليمين كويس. عايز اكبر الخط خليه مثلا 20 واتخنه شويه بس يبان، وهنا كنت اتخن او اعمله سميك يعني بسم الله الرحمن الرحيم برضو. يبقى احنا كده ايه عملنا تعريف بسلسله سنه اولى كمبيوتر كويس، ولنفرض مثلا ان بسم الله الرحمن الرحيم عايزها بلون تاني، فعلم عليها واضغط على اللون الاحمر مثلا. ولنفرض ان في هنا كلمه مهمه او بلاش كلمه مهمه، لو عاوز يعني كلمه مهمه وهنا مفيش يعني حاجه مهمه قوي، بس ولنفرض ان في حاجه انا مهتم بيها وليكن مثلا من اولى مستوياته البدائيه، واشد تحتها خط، ولنفرض ان انا عايز احط قدام مثلا اقول له الكمبيوتر دي اعمل لها تظليل، ده كده اعمل لها من هنا تظليل، انا كده ظللتها. يبقى كل الحاجات دي بتساعد على واجي هنا واضع اعمل نقطتين فوق بعض شيفت ايه شيفت كاف، كل الحاجات ديت ايه في مرحله التنسيق. كذلك لو في اخطاء املائيه عايز اصلحها، في كلمه مش مناسبه عايز اغيرها، اي حاجه يعني مثلا موجوده دي ته مربوطه مش ايه، فانا اقوم عامل ته المربوطه مثلا، طول ما انا ماشي كده وقاعد اقرا في الكلام الاقي اللي مش مظبوط ده ابدا ايه في تظبيطه كويس جدا.
بعد كده ممكن احتاج ان انا اضيف مثلا خلفيه بتاعت سنه اولى كمبيوتر، اضغط هنا انتر انتر، اقول له انسيرت بيكتشر فروم فايل، واجيبها من عندي من على الديسك توب، اقول له الخلفيه الجديده، اضغط عليها اهي. فاضل انا الخلفيه الجديده ديت حجمها كبير قوي، فانا ممكن اظبطها، اقوم جاي من هنا كده اقول له سكوير وابدا اظبط فيها، اجي من هنا من الجنب اصغر، ابدا احركها واجيبها في الوسط مثلا، ونفرض ده مرضي بالنسبه لي. اجي بقى هنا تحت احاول اضغط عشان ايه، اهو بنزل انا الاسطر ديت عشان ايه، عشان ابدا بقى ايه في ان انا اكمل الكلام تحت لو في كلام بعد الصورة مثلا. ده مجرد تدريب بسيط، نحاول ان هو الناس المبتدئة في موضوع الوورد ان هي ايه تبدأ بيه كده، وان شاء الله هنبقى نستعرض حاجات اكتر واكتر خلال الحلقات القادمة من سيرفر الكمبيوتر. بس ده تدريب مبسط جدا على الموضوع، مجرد انك تعمل مستند بسيط جدا مع تنسيقات بسيطة للغاية، وانك تطبق عملي الادوات والحاجات اللي احنا شرحناها على سنة اولى كمبيوتر. ان شاء الله من اول مرة الجاية هيبقى التدريب 2 هيبقى اصعب، والتدريب 3 اصعب في اصعب في اصعب، وهيبقى في تدريبات في كافة البرامج ان شاء الله، او في مشروعات عملية ممكن تاخد منها حلقات بس هي فعلا هتحقق لك الاستفادة من البرامج اللي انت اتعلمتها. لان انك تتعلم برنامج وما تطبقش اللي انت اتعلمته، او ما تعملش منه حاجة، ما تعملش منه شغل، يبقى ده شيء بلا قيمة. ارجو ان حضراتكم تبدأوا تسرعوا ايديكم في الكتابة، على الناس اللي هي ايديها بطيئة في الكتابة على الكيبورد تبدأ تسرع ايديها في الكتابة، ان هي تجيب شوية فايلات مهمة بالنسبة لها او اوراق مهمة بالنسبة لها، وتبدأ تنقلها على الكمبيوتر على برنامج الوورد، وتبدأ تعملها تنسيق. يعني ايه تعمل التدريب اللي انا عملته ده، تعمل زيه بالظبط، وبعد ما تعمل زيه بالظبط تنقل بقى كل الاوراق المهمة بالنسبة لها او اللي هي عايزة تحفظها على الكمبيوتر، ويبقى منها نسخة الكترونية موجودة على الكمبيوتر. كويس. تبدأ في عمل اللي احنا عملناه ده وتنسقه بنفس الشكل كده علشان تسرع ايدك في الكتابة على الكيبورد. بعد طبعا ما عملنا ده كله بنبدأ نعمل سيف من هنا، طبعا بضغط على السيف بيقول احفظه فين، اقول له تحفظه على الديسك توب، طبعا هيسميه بأول كلمة فيه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا أقول له طيب سميه سنة أولى كمبيوتر، او تعريف بسنه اولى كمبيوتر، اي اسم يعني ماشي. وبعدين اقول له سيف، طبعا هيحفظه بامتداد ايه، او يعني على شكل ايه، وورد دوكيومنت، اللي هو هيحفظه بامتداد دوت دوت يعني نقطه دوك، يعني على شكل ان هو مستند وورد. شكرا لكم، عاوز اسمعكم، وارجو ان الحلقه الخفيفه دي تكون تدريب مبسط لسنه اولى كمبيوتر، وبدايه مرحليه على برنامج الوورد كتدريب عملي على البرنامج. وان شاء الله نبقى في مشروعات ضخمه تاخد وقت اطول، وهيبقى فيها استفاده اكبر للناس اللي عايزه تتعلم برنامج وورد وتحترف استخدامه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجو بس من حضراتكم صالح الدعاء لكل الناس اللي قائمة على السلسلة، أو اللي كانوا قائمين عليها، ولكل فريق عمل السلسلة، وليهم خالص شكري وتحياتي وخالص دعائي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.